الكلام عن جهة الانتخابات بعضهم بعض الأخوة متناقض عن كلامهم. شو اقتراح يعني جهة حتى يعني يكون عندنا الشفاء الغليظ في الجواب؟ أحسن في هذا، ولكن لعله من الحسن أن تذكر من الذي ورد إليك. واللي ورد لنا أول شيء الشيخ ذاكر يعني الأخوة الإخوان المسلمين نزلوا الانتخابات ما ينبغي أن ينزلوا، أما إذا كان الأمر كذلك فعن المسلمين معزاتهم. وآخرين ذكروا غير هيك، إن الشيخ ما يقول لا معزاتهم ولا دخولهم. القول الثاني خطأ. القول الأول صحيح لكن دون الصحة. نحن أولا ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين. لا إخواننا يعني الكراكات بشكل عام. أنا تكون أحد المخطئين. أنت قلت الآن إخوان المسلمين. ممكن لفظ كلامك. هو كلام سلمي خطأ. المهم نحن نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم، لأن الحكومات لا تحكم ما أنزل الله. واضح؟ لكن أنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم من الدكاترة من كذا إلى آخره. لذلك سنرى في الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الإسلاميين، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. أرسلين حينئذ يجب علينا أن نختار من هؤلاء الذين نزلوا في ساحة الانتخاب في ساحة الانتخابات، ها؟ أن نختار منهم الأصلح ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدخليين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟ هذا هو الرأي. تقول يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟ أي نعم. أما القسم الثاني وهم الذين ينتخبون هؤلاء، فنقول هؤلاء عليهم أن يطبقوا قاعدة شرعية، وهي أن المسلم إذا وقع بين شرين وجب عليه أن يختار أقلهما ضررا أقلهما شرا. فنحن أو أنا كشخص من الأمة يرى ذلك الرأي الذي خلاصته أن لا يرشح المسلم نفسه لأنه سيخسر منها شيئا كثيرا أو قليلا، ولكن نحن يجب أن نعالج هذا الواقع على عجله ومجله. فإذا تقدم جماعة من الإسلاميين ورشحوا أنفسهم وفي مقابلهم ناس إما مسلمين غير ملتزمين أو ليسوا بمسلمين، وقد يكون من المسلمين مرتدين عن دينهم، حينئذ القاعدة المذكورة آنفا علينا أن نختار من إذا كان في البرلمان، ما أقول يكون خيره أكثر من خير غيره، وإنما يكون شره أقل من شر غيره. على هذا كان الواجب على الناخبين جميعا أن يختاروا الإسلاميين مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم وإلى آخره. ويبدو أن هذا الذي وقع، والحمد لله، يعني اختير جماعة من الإسلاميين لعلهم أكثر من الآخرين نسبيا. هذا أنا رأيي. إذن هو يتعلق بطائفتين، طائفة رشحوا أنفسهم لا ننصحهم، أما وقد رشحوا أنفسهم فعلينا أن نختار منهم من كان أقرب إلى العمل الإسلامي. شيخ ما حكم الانتخابات الموجودة بالكويت؟ إما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتن في دينهم، وأيضا ما حكم الانتخابات الفرعية القبلية الموجودة فيها؟
أنا أرى الانتخابات واجبة، يجب أن نعين من نرى أن فيها خيرا، لأنه إذا تقاعس أهل الخير من نحن نحن أجب إذا تقاعس أهل الخير من نحن نحن أهل الشر أو الناس السلبيين اللي ما عندهم خير ولا شر أتباع كلنا، فلا بد أن نختار من نراه صالح. فإذا قال قائل اخترنا واحدا لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك يقول مثلا هذا الواحد إذا جعل الله في بركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكونها تأثير، سيكونها تأثير ولا بد، لكن ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل. ماذا تقول في موسى عليه السلام لما وعده فرعون أو طلب منه موعدا ليأخذ السحرة كلهم؟ وعده موسى ضحى يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد لأن الناس يتزينون في العيد، ضحى في رابعة النهار مو في الليل، في رابعة النهار تخفى الأمور أو تبين، تبين مكان سوى مستوى ما فيها الشعر ولا فيه القماش ولا شيء، الشمع العالم. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من اهتدى. كلمة واحدة صارت قنبلة. قال الله عز وجل فتنازعوا أمره بينهم، شف أنثى دالة على الترتيب والتعقيب والسببية، من يوم قالها الكلمة هذه تنازعوا أمره بينهم، وإذا تنازع الناس فهو فشل كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشل، تنازعوا أمره بينهم وأسروا النجوى، والنتيجة أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليضادوا موسى صاروا معه. ألقوا سجدا لله وأعلنوا آمنا برب هارون وموسى وفرعون أمامه، أثر كلمة الحق أسد بن واحد أمام أمة عظيمة زعيمها أعتى واحد، فأقول حتى لو فرض أن مجلس البرلمان ليس فيه إلا عدد قليل من أهل الحق والصواب سينفعون، لكن بس عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما القول بأن البرلمان لا يجوز مشاركة الفاسقين ويجلس معهم، هم نجلس معهم نوافقهم، نجلس معهم لنبين لهم الصواب، أفهمت؟ أقول بعض الإخوان من أهل العلم قالوا لا تجوز المشاركة لأن هذا يجلس الرجل المستقيم إلى رجل منحرف، هل هذا الرجل المستقيم جلس لينحرف؟ عجيب، تستحي أن تقول ما عندك علم، هذا الرجل المستقيم في البرلمان جنبه إنسان منحرف، هل جلس هذا الرجل المستقيم إلى جانب منحرف لينحرف؟ ولا ليقيم الموعظة؟ نعم يقيم الموعظة ويعد الموعظة، إذا لم ينجح هذه الموعظة نجحت الموعظة الثانية، كل واحد أبدا رشح من ترى أنه خير توكل.